استوديو المطرب عبد المحسن مهنا، وقد شاهدتموه هذه الليلة لأول مرة في التلفزيون. أهلا وسهلا عبد المحسن. أنت طبعا اليوم أول مرة ظهرت في التلفزيون وغنيت لنا، يا ترى ممكن تقولنا شعورك وأنت بتواجه الكاميرا لأول مرة؟ والله الواقع شعوري يعني كأول مرة أوقف أمام الكاميرا، يعني حسيت شوية، لكن إن شاء الله المرة الثانية يكون صديق الكاميرا. إن شاء الله إحنا نتأمل بالمستقبل أنك تصير صديق الكاميرا. شكرا يا أخ عبد المحسن. أنت لك تسجيلات في الإذاعة؟ نعم. كم عددها يا ترى؟ مع أنك يعني بما أنك مطرب ناشئ. والله عدد الحساب 6 أغاني. 6 أغاني. فيها أغاني وطنية وعاطفية. أيوة. أغاني على الصبح يعني. في لك أغاني جديدة يعني حتغنيها في المستقبل؟ والله في عندي. أي نعم. أيوة. عندي في أغنية للملحن إبراهيم الصولة. أيوة. وكلمات. كلمات